السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا حبايبي في فيديو جديد. النهاردة هنعمل شاورما مع بعض، طريقة سهلة قوي، شاورما الفراخ. وكمان هقول لكم تكات حلوة قوي، لازم تتابعوا الفيديو للآخر عشان تعرفوا كل الملحوظات الصغيرة دي اللي هتطلعها معاكم زي شاورما المحلات بالظبط. يلا بينا نروح نشوف الطريقة والمقادير. حبايب قلبي، أول حاجة معايا صدور الفراخ متقطعة طبعا تقطيعة الشاورما اهي، بصوا شرايح رفيعه بالشكل ده. اهم حاجه تكون شرايح رفيعه قوي، كل ما كانت رفيعه كل ما كان احسن. طبعا مغسوله كويس قوي، انا بغسلها قبل ما بقطعها، بغسلها الاول وبعدين اقطعها تقطيعه الشاورما. وبعدين معايا هنا علبه زبادي صغيره بس مش هاخدها كلها وهقول لكم ليه دلوقتي. ومعايا هنا معلقه كبيره من الخل عليها عصير ليمون نص ليمونه، معلقه كبيره من الخل عليها عصير نص ليمونه، وهنا معلقه صغيره من صلصه الطماطم. والتوابل بقى اللي معايا، يبقى معايا ملح، يبقى معايا فلفل اسود نص معلقه من كل حاجه، فلفل اسود، بصل بودر، ثوم بودر، سماق، وده اساسي معانا في الشاورما بيديها طعم حلو قوي زي الجاهزه بالظبط. ومعايا ربع معلقه من القرفه، ربع معلقه من الكاري، ودي بهار او مش بهار، هي حاجه اسمها مثبت شاورما. مثبت الشاورما ده شيف هو اللي قايل لي عليه، بيدي طعم تحفه، وفعلا لما تجربوه هتحسوا ان انتوا واقفين قدام سيخ من الشاورما حقيقي بجد، بيدي نفس الطعم الجاهز بالظبط. ودي حاجه هما بيعملوها عندهم في المحل وقال لي عليها، بصراحة فرقت جدا معايا في الشاورما، جربوها وهتلاقيها موجودة عند اي عطار، اسمه مثبت شاورما. لو مش موجود مفيش مشكلة، كملوا بقية التوابل زي ما انتوا عايزين. اول حاجة بقى هنبتديها مع بعض، هجيب بقى الطبق اللي انا هشتغل فيه، وهنزل عصير الليمونة، عصير نص الليمونة مع معلقة الخل، هنزل الزبادي، مش هاخده كله، هاخد نصه بس، هقول لكم ليه. علشان انا مش عايزه التوابل تبقى الفراخ عايمه فيها، يعني انا عايزه التوابل تبقى يدوب على قد الفراخ، علشان لما اجي اعملها على الطاسه ما تقلبش معايا فراخ مسلوقه وتنزل ميتها والموضوع معايا هيختلف خالص. لكن لما يبقى كل حاجه كده بمقدارها المظبوط، هنيجي بقى نعملها في الطاسه هنلاقيها ما بتنزلش ميه، وكمان بتبقى زي الشاورما بقى بالظبط. هتبقى كل التوابل، هقلب بقى الكلام ده كده ايه مع بعضه. يختلطوا كويس قوي. بالشكل ده. وبعدين هنزل بالفراخ. طبعا ممكن تضعفوا المقادير زي ما تحبوا. هتضعفوا المقادير، هتضعفوا الفراخ، يبقى هتضعفوا التوابل، لازم تاخدوا بالكم من الموضوع ده. اهو بصوا، انا مش عايزه الفراخ بقى تبقى عايمه كده في التوابل، يا دوب على قدها بالظبط. انا جايبه لكم والله بصوا كل اسرار الشاورما النهارده ان شاء الله اهي، وجربوا التوابل دي هتعجبكم قوي قوي باذن الله. اهي بصوا، يا دوب الفراخ متغلفه بالتتبيله اهو يا حبايبي. بصوا اهي، مفيش بقى ايه الزبادي عايم تحت ولا فوق ولا حاجه، فهمتوا قصدي؟ بس كده خلاص. بس هغطيها بقى، وبعدين اهي وهدخلها التلاجة تقعد فتره في التتبيله، تقعد بقى يوم او تقعد اقل حاجه ساعتين، اقل حاجه خالص. ولو قعدتوها يوم من بالليل الصبح او العكس هتفرق جدا معاكم. كمان عايزه اقول لكم على حاجه، ان انتوا في الوقت ده ممكن تحطوها في علبه مثلا محكمه الغلق، وتدخلوها الفريزر تقعد معاكم متبله زي ما انتوا عايزين، يعني تجهزوها وتدخلوها الفريزر وتطلعوها على الاستخدام في اي وقت. برضو حاجات من الحاجات اللي بتخزنوها في الفريزر لو حابين. يعني هدخلها بقى التلاجه وبعدين نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى حبايب قلبي، بعد ما سبت الشاورما متبله ليله كامله في التلاجة اهو، رغم ان انتوا شفتوا معايا ان البهارات والتوابل ما كانتش مغطياها، وكمان الفراخ نزلت اهي شويه ميه، اهي شايفين الميه دي، الميه دي بقى انا مش عايزاها خالص، ومش هنزلها معايا هنا علشان ما تقلبليش زي ما قلت لكم طعم الشاورما. انا هاخد
اهو بماسك او بمعلقه، وهسوي هاخد كده الشرايح الشاورما وهنزلها في الصينيه او في الطاسه. هنبتدي بقى دلوقتي مع بعض. انا حطيت اهو الصينيه على النار، وكمان صينيه او طاسه زي ما تحبوا يعني، وعايزاها تكون سخنه جدا، لازم تكون سخنه كويس قوي، دي اهم حاجه. تمام اهو هنبتدي بقى مع بعض. احط معلقتين اهو من الزيت، وزي ما قلت لكم الطاسه تكون على نار عاليه وكمان سخنه. هتشوفوا دلوقتي هاخد بقى شرايح الشاورما اهي وكده اهو. تمام بصوا بقى الجمال يا حبايبي، شايفين اهو عماله اقلب فيها على نار عاليه، يعني بصوا ما اخدتش 5 دقايق. بصوا بصوا عامله ازاي، ولو فيها ميه ولا فيها اي حاجه اهو، هي كده خلاص استوت معايا وبقت تمام اهو. وحطيت بقى حته فحم على النار علشان تبقى شاورما مع الفحم بقى زي الجاهزه بالظبط، ما يبقاش ناقصنا اي حاجه، كل حاجه عاملينها في البيت. بصوا بقى الخضار اللي انا هحطه عليها، انا مش بحب احط عليها بصل، لو حابه زودي بصل مع الخضار. لو هتحطي بصل هتحطي البصل الاول وتدبليه يعني دقيقتين ثلاثه كده الاول مع الشاورما، وبعدين تحطي بقيه الخضار. بما ان الخضار انا عايزاه كده يبقى فيه قرمشه وفريش وحلو كده زي ما بناكله بره، فانا هنا حاطه فلفل الوان اصفر واحمر واخضر، وطماطمايه صغيره جدا بس شايله القلب بتاعها، ومعايا عودين من البقدونس حطهم مفرومين. هنزل الخضار ده كده مع بعضه، انا مش عايزه بقى الخضار يستوي ولا حاجه، انا عايزه بس ايه يدبل على خفيف قوي كده ويدخل مع طعم الشاورما اهو. بجد الريحه روعه حلوه قوي. خلاص هي كده بالنسبه لي تمام. زي ما قلت لكم مش عايزه الخضار يدبل معايا. هوسع بس المكان كده للفحمه، هدي النار احطها بقى في النص كده، وهحط بقى على حته الفحمه احط عليها نقطتين بس من الزيت اهو، وهغطي. يلا بقى اقول لكم انا بلف الساندوتش ازاي بتاع الشاورما. طبعا ده عيش الشاورما وعملته معاكم قبل كده، وهو والخيار المخلل ده اللي هو اللي بيتخلل في نص ساعه بس وبيتاكل بعدها. وهقول لكم هسيب لكم قصدي الروابط بتاعه العيش والخيار والتوميه كمان بتاعه الشاورما في صندوق الوصف تحت الفيديو. هقول لكم بقى انا بلف العيش ازاي او الساندوتش يعني بيبقى شكله ايه. بصوا حبايبي انا بجيب الرغيف وبجيب المايونيز او التوميه زي ما تحبي، وبفرد كده. وبعدين باخد من الشاورما بالشكل ده، تمام. وبعدين بقى بجيب الخيار المخلل وبرصه كده، وابتدي الف الساندوتش بتاعي اهو بالشكل ده خلاص. وبعدين هجيب بقى ورقه من الفويل زي ما بناكله بره بقى
وهبتدي الفها بالشكل ده اهو. بس ممكن تلفيها برضو بالشكل اللي انت حباه، مفيش اي مشكله خالص. وخلاص يا حبايبي، ده كده الشكل النهائي للشاورما بتاعتنا، بجد لازم تجربوها تعجبكم جدا ان شاء الله. وحطيت معاها البصل اللي بيتقدم مع الشاورما، بيبقى عليه سماق وخل وسكر، بيبقى طعمه حلو قوي. جربوه هيعجبكم جدا بجد، يعني الشاورما من الاخر. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.